العالم لسه بيواجه فيروس كورونا، واللي كل يوم بيكون فيه أرقام جديدة لعدد الإصابات أو الوفيات. النهاردة الولايات المتحدة سجلت 6561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع 781 حالة وفاة جديدة. العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية فقط 717,197 إصابة، وكمان وصل عدد الوفيات ل 41,356 حالة وفاة. طبعا هتكلمنا عن التفاصيل دي أكتر من الولايات المتحدة الأمريكية مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن الأستاذة هبة القدسي. أستاذة هبة، تحياتي لحضرتك. أشكرك. أهلا وسهلا بيكي. لو بنتكلم عن هذه الأعداد المرعبة، يعني ده شعب لوحده الأعداد دي، أمريكا يعني بتتخذ إجراءات إزاي، أو إيه الخطط اللي هي ممكن تكون بتتكلم عليها دلوقتي عشان تقدر إن هي فعلا تواجه الخطر الكبير ده دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ فعلا أعداد الإصابات تزايدت يمكن أكثر من الرقم اللي ذكرتيه، وصلنا إلى 766 ألف حالة إصابة، معظمهم أو تقريبا نصفهم في ولاية نيويورك. المشكلة أن أعداد الإصابات تتزايد وأعداد الوفيات تتزايد، وهناك صراع ما بين الإدارة الفيدرالية، ما بين حكومة الرئيس ترامب وحكام الولايات. الرئيس ترامب يهتم بشكل كبير بإعادة فتح الاقتصاد، وأعلن عن ضرورة فتح الاقتصاد لتجنب الخسائر الاقتصادية المهولة في الاقتصاد. إلى الآن خلال شهر من نصف مارس إلى نصف أبريل بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 22 مليون أمريكي. هناك قطاعات اقتصادية تعاني بشدة من هذا الإغلاق، زي قطاع السياحة، قطاع الطيران، قطاع الخدمات، كلها يعني تتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الأمريكي. لماذا نهتم بالاقتصاد الأمريكي؟ لأنه أقوى اقتصاد في العالم، وبالتالي تأثير مدى تراجع هذا الاقتصاد أو مدى تعافيه سيؤثر بالتالي على دولنا العربية وعلى مصر في مجالات عدة مثل التجارة وغيرها والاستثمارات المباشرة وتحويلات صحيح. المصريين. أستاذة هبة، يعني كان في بعض المعلومات بتفيد بأن هناك تظاهرات بترفض العزل المنزلي والحجر المنزلي، يعني مظاهرات من أين، ومن أين كل هذه الأعداد؟ يعني هو يعني فكرة الحرص والخوف من تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، في تفسير للتناقض ده؟ ده بالضبط صحيح زي ما ذكرتي، لأن فعلا هناك صراع ما بين البيت الأبيض والرئيس ترامب وما بين حكام الولايات. حكام الولايات لا يتفقون مع الرئيس ترامب في إعادة فتح الاقتصاد بشكل سريع، خوفا من موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا وبالتالي تزايد أعداد الإصابات والوفيات. الآن بدوافع أغلبها سياسية هناك مظاهرات من السكان في ولايات مثل مينيسوتا، مثل فيرجينيا، مثل تكساس، مثل يعني عدة ولايات تتزايد فيها المظاهرات المطالبة بفتح الاقتصاد والمساندة لسياسات الرئيس ترامب، بانطلاق أن هذا يعني بعض اللافتات كانت ترفع شعار نريد العودة إلى العمل، نريد وظائفنا، نريد مرتباتنا. ويمكن ده كمان بيعود لهذه الخسائر الاقتصادية اللي حضرتك أشرتي لها بشكل كبير. الأستاذة هبة القدسي، حدثتينا عبر سكايب من واشنطن، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط.